أكو مشكلة لازم يعرفها الشعب العراقي. وزراء ما عندنا صلاحية، ولذلك أصبحت قضية تراكمية، تقادم العمر اللي يطلع تقاعد اللي أسباب صحية أيضا ماكو تعويض، بدأ عندنا نقص كثير. أكو درجات حذف واستحداث بس مو صلاحيتنا، لا الحذف والاستحداث بيد الوزارات، لا تقدر مثل قبل مثلا وتفتح التطوع وتجيب، وإذا فتحت التطوع ماذا عن 59,000 اللي لازمة باب الوزارة يطلعون يوميا؟ أكو مشكلة لازم يعرفها الشعب العراقي. مشكلة الآن تجي الداخلية والدفاع. الدفاع لحد الآن ما صدر بها قانون، الداخلية بها قانون خدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، إذن وضعت شروط تطوع المنتسب بها بكل مفاصلة. أكو شروط حتى يجي أن يكون شرطي منتسب في وزارة الداخلية. حقيقة ما حدث في عهد النظام السابق قبل السقوط كان عدد الداخلية 63,000 من جملتها إقليم كردستان، هوك أربيل سليمان، 63,000 كان مركز الشرطة بأربع منتسبين وضابط لو مفوض يسمونه ضابط المركز. أي هاي كل احنا عاصرناها. الخطأ اللي وقعت به بعد السقوط قوات التحالف شكلت الاف بي اس يسموه، اي لكل وزارات الدولة حماية المنشآت بأعداد، اي بأعداد كبيرة جدا. المفروض هذا في حينها الداخلية قانونها موجود ما تقبل أن يتحول كلهم إلى رجال شرطة، يصبح رجل شرطي. ليش؟ لأن رجل الشرطة القانون أقر أن يكون عمره لا يقل عن كذا، لا يزيد عن كذا، سالم من الأمراض، العاهات، اللياقة البدنية، الأمراض المزمنة. حقيقة من تحولوا ذولا بطريقة كمية وليست نوعية صعد العدد مالها إلى 780,000 وما إلى ذلك. الآن مع إقليم كردستان لو لا لا بدون الإقليم، بدون الإقليم تصور من 63,000 إلى صار عندنا فتحالة، يعني تلقى حالات كبيرة جدا عندنا تقادم العمر كذا. إحنا من استلمنا كان الحذف والاستحداث النقطة الأخرى بأحد الأعوام فتحوا باب التطوع. شقد فحصوا؟ 35,000 واحد قبلوهم، صدر أمر أنت مقبول تداوم متى؟ عندما تنقر الموازنة. هاي بالألفين ما أريد نجيب التاريخ، لقيت الحالة موجودة. من عادوا العايدين من الهروب احنا بالدفاع حسبناها بالضبط وطينا 5% زيادة درجات من صوت البرلمان، هم خلوا نقص عندهم شقد الملحق جيم بال 18,000 أو 12,000، وهي 35,000 شقد صار عندك لازم ترجع 59,000. زين من تجيب 59,000 درجة وظيفية أنت؟ الحذف والاستحداث في بداية حكومتنا بالموازنة انسحب بعد ما عندنا صلاحية كوزراء. خلي أكمل هذا المحور. كوزراء ما عندنا صلاحية، ولذلك أصبحت قضية تراكمية، تقادم العمر اللي يطلع تقاعد اللي أسباب صحية أيضا ماكو تعويض، بدأ عندنا نقص كثير. أكو درجات حذف واستحداث بس مو صلاحيتنا. النقطة الأخرى اللي عقد المشهد مجلس الخدمة الاتحادي. يعني أنت هسه من تريد تجيب لك موظف في دوائر عن طريق مجلس الخدمة الاتحادي، زين هاي الوزارات الأمنية وتخصصها شلون؟ لازم تشكل لجان وأكو قانون ويفحص. فحقيقة ما لقوا عدة حلول، لا الحذف والاستحداث بيد الوزارات، لا تقدر مثل قبل مثلا وتفتح التطوع وتجيب، وإذا فتحت التطوع ماذا عن 59,000 اللي لازمة باب الوزارة يطلعون يومياً.